بعدما كان قاحلا وشرق صبحا بعدما كان معتما. كلام له الحفاظ حصن ممنع به الصدر من قبل اللسان ترنما بآيات حق ما نزلنا حنان. من قصر بيان العامر وعبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت أحييكم وأنقل لحضراتكم على الهواء مباشرة الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 21. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يصل في هذه اللحظات موكب سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى قصر بيان العامر للبدء بفعاليات الحفل الختامي لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويه 21، حيث يتفضل رعاه الله فيشمل برعايته وحضوره الحفل الختامي لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 21. أيها الأخوة والأخوات، إن هذا اليوم لهو يوم مبارك، وما هو إلا دليل على حرص سموه الدائم على تكريم أهل العلم. إن رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تمثل علامة مضيئة على طريق التميز الذي ينشده الجميع من أجل خدمة الكويت. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، تواصل مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده رسالتها السامية في تشجيع أبناء الكويت وحثهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده، انطلاقا من رسالتها الخيرة وما نالته من رعاية كريمة من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه دعما لنشر القرآن الكريم بين أبنائه وتشجيعا لهم على السير بهداه. وحتى تكون هذه المسابقة وهذا التجمع المبارك أيها الأخوة والأخوات نبراسا مضيئا لأهل الكويت بما قدمته من خدمة لكتاب الله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، إن المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده والتي تقام برعاية كريمة من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تعد من أكبر المشاريع القرآنية وتهدف إلى تشجيع المواطنين على الإقبال على كتاب الله تلاوة وحفظا وتجويدا وتدبرا من خلال أجواء تنافسية جميلة تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية وتهدف أيضا إلى تشجيع ودعم الجهات التي تساهم في الجهود الرامية في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده وإيجاد تنسيق مشترك بين الهيئات القائمة في تحفيظ القرآن الكريم سواء كانت رسمية أو أهلية، إضافة إلى المساعدة
في الكشف عن جيل من القراء والحفظة ليكونوا منارة لبلادهم وللعالم الإسلامي. هكذا أيها الأخوة والأخوات، يوفر القرآن الكريم الحصانة للمجتمع البشري بشكل دقيق وشامل من أحكام وقيم أخلاقية، ليكون الأمان والتآلف والتعايش معالم أصيلة في الحياة الاجتماعية. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، وعلى مدى السنوات السابقة قطعت المسابقة أشواطا واسعة وأخذت مكانتها المتميزة ضمن المسابقات الإسلامية لحفظ القرآن الكريم، والتي دائما ما تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف أعمارهم للإقبال على كتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وتجويدا وتدبرا. وتقوم أيضا بتعزيز الجهود التي تستهدف ترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع وتشجيع ودعم الجهات التي تساهم في الجهود الرامية إلى تحفيظ القرآن الكريم وتجويده وإيجاد تنسيق مشترك بين الهيئات القائمة على تنظيم المسابقات في تحفيظ القرآن، والكشف أيضا عن جيل من القراء والحفظة. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يصل في هذه اللحظات سمو أمير البلاد الفدى شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مسرح قصر بيان العامر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ وافل أحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي السيد عيسى أحمد الكندري رئيس مجلس الأمة بالإنابة، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سائغة وأزدى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خير ما نستهل به هذا الحفل
آيات بينات من كتاب الله الكريم يقرأها على مسامعكم الفائز بالمركز الأول في مسابقة القراءات برواية قالون عن نافع لهذه السنة القارئ عبد الله سلمان أحمد السعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الحضور الكريم، نجتمع اليوم لتكريم كوكبة جديدة من أبنائنا وبناتنا البررة الفائزين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 21 التي تقام تحت شعار يحبهم ويحبونه، وهي إحدى مشاريع الأمانة العامة للأوقاف والتي تهدف إلى تشجيع أبناء الكويت على حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتخريج أجيال من القراء والحفظة يمثلون الكويت في المسابقات الدولية. الآن مع كلمة معالي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي السيد عيسى أحمد الكندري رئيس مجلس الأمة بالإنابة، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجز فصاحته الفصحاء، وأسكت حكمته الحكماء وأذلت روعته الخطباء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله المخاطب من الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكاً وريحاناً وتحمل في طياتها حباً ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تفضلكم يا صاحب السمو حفظكم الله برعاية مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتتويجه بتوجيهاتكم السامية لتحفيظ القرآن الكريم وتشريفه بحضور سموكم حفل تكريم الفائزين في كل عام، له توفيق من الله تعالى وأجره به الخير على يديكم لتكون في مقام القدوة الحسنة في العمل من أجل عزة الإسلام ونصرة المسلمين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد، يشرفني في رحاب هذا الاحتفال الطيب بالفائزين والفائزات بمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 21، والذي يؤصل اهتمام دولة الكويت بكتاب الله تعالى استمرار النهج سلفكم أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله. يشرفني أن أقف في هذا المقام نيابة عن إخواني في الأمان العام الأوقاف لأحمد الله تعالى على نعمته باستمرار نجاح هذه المسابقة لتبلغ عامها 21، وهو انعكاس لاهتمام سموكم البالغ حفظكم الله ورعاكم ولسهاماتكم المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى، وحرص سموكم على نشأة جيل من أبناء هذا الوطن على تعاليم الإسلام وخلق القرآن عملا بقوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سمو أمير البلاد المفدى، لقد من الله علينا في الأمان عام الأوقاف منذ إنشائها وحتى يومنا هذا برعاية كتاب الله وحفظ كتابه الأبرار، وهم أبنائكم وأحفادكم حفظ كتاب الله عز وجل، منهم من من الله عليه بكرمه فحفظه كاملا، ومنهم من يحفظ أجزاء منه وهم على طريق النور والهداية ماضون ليحفظوه كاملا بإذن الله تعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وانطلاقا من أهداف مسابقة الكتب الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، فقد وضعت الأمانة العامة للأوقاف في سلم أولوياتها تنسيق الجهود الرامية للعناية بالقرآن الكريم وعلومه واستقطاب كافة فئات المشاركين والمشاركات. فتم استحداث لجنة المملكة المتحدة وإيرلندا وتخصيص لجنة لكبار السن، إضافة إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز الكويت للتوحد، ومن ثم فئة المكفوفين وفئة الصم، ولم تغفل المسابقة فئة نزلاء المؤسسات الإصلاحية. حضرة صاحب السمو أمير البلاد، إننا نفخر اليوم بتتويج كوكبة جديدة من حفظ كتاب الله عز وجل في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 21، يحبهم ويحبونه، التي بلغ عدد المشاركين بحمد الله 1729 مشاركا ومشاركة يمثلون 40 جهة حكومية وخيرية داخل دولة الكويت، وكان إجمالي عدد الرجال 688 وعدد النساء 864، وعدد الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة 177 متسابق ومتسابقة من فئة الصم والبكم وفئة المكفوفين ومركز الكويت التوحد ونزلاء المؤسسات الإصلاحية والأحداث. ولقد بلغ عدد الفائزين بحمد الله 225 فائزة من الذكور والإناث في مختلف شرائحهم وفئات المسابقة، وذلك بمعدل 72 فائزا من الرجال والبنين و65 فائزا من النساء والبنات و51 فائزا من ذوي الاحتياجات الخاصة و8 فائزون من المؤسسات الإصلاحية و12 فائزا وفائزة من لجنة بريطانيا وإيرلندا و7 فائزا وفائزة من اللجان الخاصة بكبار السن. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، اسمحوا لي أن أهنى باسم سموكم جميع الفائزين والفائزات وأن أشكر جهودهم، سائل الله تعالى لهم التوفيق والنجاح في خدمة كتاب الله عز وجل، كما أهنئ أولياء أمورهم الذين كانوا هم أحد أهم أسباب النجاح، واستبشروا بتاج الوقار الذي سيقلدونه في الآخرة كما وعدهم الله سبحانه وتعالى. وأن نعد سموكم أن تظل جهودنا موصولة لرعاية الأجيال الجديدة من أبناء هذا الوطن العزيز على الاجتماع حول مائدة كتاب الله العظيم، وتشجيع التنافس على حفظه وإتقان تلاوته وتدبر
وتدبره وتعلم معانيه عرفانا بقدر هذا الكتاب الذي هو أمانة في أيدينا. ونعدكم أيضا أن تواصل الأمانة العامة الأوقاف جهودها الحثيثة في دعم كافة مجالات التنمية المجتمعية الأخرى جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية التي تسعى إلى المساهمة في إنماء ورخاء الاستقرار المجتمعي في ظل القيادة الحكيمة لسموكم وسمو عهدكم الأمين حفظه الله. حضرة صاحب السمو أمير البلاد، في ختام كلمتي هذه لا يسعني في هذا المقام المبارك إلا أن أتوجه بخاص الشكر لسموكم على رعايتكم الكريمة لأهل القرآن ولهذه المسابقة المباركة، ونشيد بآبائنا وأمهاتنا الواقفين والواقفات الذين قدموا بعض أموالهم وعقاراتهم وقفاً لله ومنهم أوقاف على كتاب الله تعالى، فنزف لهم البشرى ما قدمت أيديهم، والشكر موصول لكل من ساهم بجهده ووقته في إنجاح هذه المسابقة في الأمانة العامة للأوقاف واللجان المنظمة والجهات المشاركة، وشكراً لجميع من ساهم ويساهم في دعم رسالة الوقف والأوقاف. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعله خالصاً لوجهك الكريم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختص الله تعالى بعض عباده المؤمنين بنعمة جليلة ومنة غالية، وهي حفظ كتاب الله العظيم، فرفع قدرهم وعظم أجرهم وأمر المؤمنين أن يجلوا أمرهم ويقدموهم على غيرهم، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حضورنا الكريم، يسرنا أن نقدم الآن الفيلم التسجيلي عن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 21 يحبهم ويحبونه. يا الله يا الله يا الله يا الله، كلام يروي القلب نورا وبلسما، وذاك لأن الله كان المكلما، كلام إذا ما الصدر كان وعاءه، تدفق ذاك الصدر شهدا وزمزما، وصار ربيعا بعدما كان قاحلا، أشرق صبحا بعدما كان معتما، كلام له الحفاظ حصن ممنع، به الصدر من قبل اللسان ترنما، بآيات حق ما نزلن حناجرا، ولكن نزلن القلب والعقل والفما، يكلمهم رب الوجود ولم يكن حجابا يواري بينهم أو مترجما، يحبونه لا ريب وهو يحبهم، ولن تلقى من هذه الوصية أعظم أعظم أعظم. يا الله. ندعو الآن الإخوة والأخوات الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويدها 21 يحبهم ويحبونه بالصعود إلى المنصة لبدء مراسم التكريم.
زاد حر في هواها تنعاما. سما بكتاب الله قدر أميرها، ومن عظم القرآن في نفسه سما. يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صلاح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بمعية معالي الوزير المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي، والأمين العام السيد محمد عبد الله الجلاهمة، ونائب الأمين العام للمصارف الوقفية السيد منصور خالد الصقعبي، بتقديم دروع الجهات الفائزة بالمسابقة. أولاً درع التفوق العام وقد حصلت عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتسلمه السيد فريد أسد عمادي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ثانيا الدرع الذهبي وقد حصلت عليه جمعية بيادر السلام النسائية وتتسلمه السيدة دلال عبد الله العثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية. ثالثاً الدرع الفضي وقد حصلت عليه مبرة المتميزين ويتسلمه السيد نوري عبد الخالق النوري نائب رئيس مجلس إدارة المبرة. رابعاً الدرع البرونزي وقد حصلت عليه جمعية الإصلاح الاجتماعي ويتسلمه السيد حمود حمد الرومي رئيس مجلس إدارة الجمعية. يتفضل معالي الوزير المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي والأمين العام السيد محمد الجلاهمة ونائب الأمين العام للمصارف الوقفية السيد منصور الصقعوي بتقديم هدية تذكارية تكريماً لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وهي عبارة عن لوحة بالخط العربي الثلث مستوحاة من شعار المسابقة يحبهم ويحبونه منقوشة بماء الذهب، وهي تعبر عن حب أبناء الكويت لوالدهم وقائدهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأخيراً يتشرف جميع الفائزين والفائزات في المسابقة بأخذ صورة تذكارية مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. لاحت ففاح عبيرها تشدو بزهو راجزة، أنا حرة دولية وللجهود معززة، قرآن ربي غايتي وفيه سر سعادتي، تحلو حياتي دائما بقراءتي وتلاوتي، أسعى لنهضة أمة كي لا تكون عاجزا، أدعو الكرام وصحبتي في كل عام ناجزا، أسعى لنهضة أمة كي لا تكون عاجزا، أدعو الكرام وصحبتي في كل عام ناجزا، سعادتي تحلو حياتي دائما بقراءتي وتلاوتي، فالقارئ نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم أجمعين، وأن يجعلنا من الفائزين
بوصف الله تعالى يحبهم ويحبونه. لاحت ففاح عبيرها تشدو بزهو راجزه. أنا حرة دولية وللجهود معززة. لاحت ففاح عبيرها تشدو بزهو راجزه. وأن يجعلنا من الفائزين بوصفه بوصف الله تعالى يحبهم ويحبونه، وإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم الوكيل. وإلى لقاء قريب في المسابقة 22 إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما هو إلا دليل على حرص سموه الدائم على تكريم أبنائه عن قرب، إن الرعاية الكريمة من سمو أمير البلاد المفدى شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تمثل علامة مضيئة على طريق التميز الذي ينشده الجميع من أجل خدمة الكويت. نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده. تقبلوا تحيات المخرج سليمان الخراز، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائماً بقراءتي وتلاوتي أسعى لنهضة أمة كي لا تكون عاجزة. أدعو الكرام وصحبتي في كل عام ناجزة. أسعى لنهضة أمتي.